مرصودة؟ مش فاهم تقصده ايه يعني. يعني مترقبة يا سيادة الرائد. هو سيادتك عايز تفهمني انك لما حسبنا في مكتبك المتواضع وكأنه بيهرب من مغارة الأشباح. شفت الشغل الأمريكاني بقى يا سي مدحت؟ اديني عقلك لما واحد زي البيه يهاجم قناة زي مصر الحرة ويهيج علينا الصحافة المحلية وكالات الأنباء العالمية ويحتجز عنده ملك يونس لمدة 7 أيام بتهمة ملهاش أي جذور ولا فروع ولا معالم، يبقى عمل إيه؟ يبقى حل اللغز اللي عقده في عملية الساحل، وأكد لملك أن الرصاصة كانت مقصودة وانضربت من أمن الدولة. وبعد ما عرفت ان سليمان العريني هو اللي انقذها من الرصاصه اتصاحبت عليه، وهو طبعا راح حكيلها على الفيلم الهندي اللي حصل من بلطجه وخطف ومهرجانات، وانه صحي من الكابوس فجاه لقى نفسه في وهم وسراب. وملك هتخرج الليله دي، واول ما تشم الهوا هتطير على سليمان العريني وهتقدم له مفتاح الشفره العظيم اللي حل اللغز. لكن عشان هي بقى مضغوطه وملتزمه بالاتفاق اللي بيخلصه حازم فوده، هتتسطر على الفضيحة بتاعت أمين عزام وصبيانه ومش هترضى تحكي عنها. لكن سليمان العريني بقى
مش هيسكت على فضيحته هو. انا عارف الراجل ده كويس وعارف هو بيفكر ازاي. انت نفسك حققت معاه وعارف قد ايه هو عنيد ولاسع وما بيخضعش لاي تهديد. اه طبعا يا ريس، هو ده يتنسي؟ ده غير انه سوبر ستار في مهنته والناس كلها، الناس كلها مش هنا بس، الناس كلها في اوروبا بيحلفوا بذكاء هذا الرجل، بيقولوا ما عندناش نص ذكائه. تخيل بقى لما عالم زي دوت يحكي في العالم كله على اللي حصل له من الداخلية، ايه اللي هيحصل؟ حكومتك هتضحي بيك وهتكون اول واحد تقطع رقبته. يا نهار اسود، زي ما حصل في، زي ما بيحصل في كل وقت وفي اي قضية رأي عام، هتجيلك الاوامر بالتليفون واول ما تفتح صدرك وتدخل فيها هتبص تلاقي نفسك اول واحد بتطير رقبته عشان خاطر يفضوا الخناقة. عندك حق يا ريس، وزير الداخلية أول قطعة شطرنج بتخرج من اللوحة. مع إنه الحبيب الغالي اللي مفيش غيره على الحجر، اللي بيسهب في وقت الزنقة وبيداري على وساخة الاسياد. يبقى لما كليانتي يهرب من المراقبة ويروح لسليمان العريني قبل ما ملك يونس توصل له بالفضيحة، ويهديه ويستسمحه ويقدم له اعتذار شخصي مني عن سلوك ضابط فاسد ومنحرف، ويديله وعد كمان بأن الضابط دوت لازم يتحاسب وفي الوقت المناسب عن كل اللي حصل منه، لأن ظروف البلد دلوقتي ما تسمحش. يبقى أنا كده بستر على الجهاز ولا بكشفه وبفضحه قدام الناس؟ يا نهار السود، يا نهار السود، ده هو ده أمن الدولة؟ انتوا مين؟ انتوا ازاي بتعملوا في الناس كده؟ انتوا مين علشان تبهدلونا وتلعبوا في دماغنا وتدمروا اعصابنا بالطريقه الوسخه دي؟ يا باشا والله العظيم انا ماليا ذنب في ده كله. لا ذنب مين؟ ذنبك انت؟ ذنب انا يا معلم، ذنب انا طبعا. انا قبل ما اروح اصطاد سمكايا كان المفروض اعدي على امن الدوله واطلب منهم تصريح مختوم ان المنطقه اللي ناوي ان انا اصطاد فيها ما فيهاش اغتيالات سياسيه. ماشي يا كليانتي، ماشي. طيب ملك وطلع انها خاينه وعلشان كده قررتوا انكم تصفوها من غير محاكمه ولا نيله، هبلعها انا بقى. انا ذنبي ايه؟ ليه ما قلتوليش طيب من الاول انها جاسوسه؟ ما انا يمكن ايه قلت ايه قلت ايه يا دي النيلة عليا وعلي جابوني. يا باشا بوس ايدك ارحمني ما تضيعنيش. انت قلت ايه دلوقتي؟ قلت ملك ايه؟ مش جاسوسة ولا عمرها مشيت في السكة دي. يعني امال عملتوا معاها كل ده ليه؟ عشان السيدي هي اللي اديها لي فريدريك ليون وطلعت بيها على الساحل. ما هو انا هتجنن واعرف ايه اللي موجود في السيدي هي دي يا ملك؟ انت عارفة يعني ايه تفاوض شخصي؟ يتدخل فيه حسن قدري بنفسه عشان يضمن كتمانك للسر اللي انت عرفتيه ويطلعك من الورطه اللي انت فيها دي. انا لازم افهم استدهاء الهبابه دي فيها ايه. فيها كارثه يا عمي، فيها بركان خامد لو انفجر هيحرق الدنيا كلها باللي فيها. استدهاء فيها اكبر ملف فساد حصل في البلد دي من 20 سنه، مش اسرار عسكريه وسياسيه والهبل اللي قالوه لك ده. فساد يعني ايه؟ قصدك انه حسن ادري وحازم فوده هما اللي يعني؟ حازم فوده هو اللي سلط عليا ناس عشان يقتلوني في الساحل، ولما المحاوله فشلت لبسني التهمه السافله دي علشان يقلب عليا الترابيزه ويلحق يسحب مني الملف قبل ما اشتغل عليه والفضيحه تتسرب وتخرج من تحت سيطرته وسيطره اي حد. يعني انا متراقبه من اول لحظه ومن كل اتجاه. حكايه مش صدفه وبلاغ مفاجئ زي ما الباشا فهمك. مش ممكن. طب وايه مصلحتها من الدوله في انهم؟ مش مصلحتهم يا عمي، مصلحة البهوات اللي مشغلينهم. أمين عزام ومحسن الصواف. الصواف؟ الصواف إيه؟ أنت قصدك محسن الصواف بتاع مجلس الشعب ده؟ هو بعينه. يا نهار أسود، ده محسن الصواف ده هو اللي رشح مراتي لانتخابات المجلس؟